السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لايف جديد معاكم في يلا كورة، وطبعا بعتذر عن الأسبوعين اللي فاتوا اللي كان بسبب ظروف طبعا وفاة والدتي، وبشكر كل الأصدقاء اللي اهتموا بكتابة أي تعزية لي على السوشيال ميديا عندي سواء على فيسبوك أو على تويتر، شكرا جزيلا ليكم. والنهاردة بنرجع لللايف بتاعنا كل أسبوع، كل يوم اثنين وخميس من الساعة 5 بنناقش فيهم مع بعض الأحداث اللي طاغية على الشارع الرياضي في مصر. وأتمنى برضو طبعا في البداية كعادتنا أن الأصدقاء اللي معانا يأكدوا لي بس أن الصوت تمام ومفيش أدنى مشكلة. طبعا أكيد الحدث الأبرز في اليومين الأخيرين خسارة نادي بيراميدز لنهائي الكونفدرالية امبارح قدام نهضة بركان. مباراة كانت مليئة بالأحداث التحكيمية والفنية. أكيد طبعا للشوط الأول كانت أمور التحكيمية غالبة شوية، خصوصا في حادثتين. الأولى فريق نهضة بركان كان يستحق طرد واضح جدا 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 في أول 10 دقائق بعد ما أحد لاعب الفريق ضرب محمد فاروق في جنبه هو واقع على الأرض. كانت تصرف غريب جدا، والاغرب ان مخرج المباراه واللعبه بتتعاد اول ما جت عند الستارز وهي داخله في جنب محمد فاروق راح قاطع اللعبه. كان تصرف سيء جدا من المخرج، والتصرف الأسوأ من الحكم اليوم لما شفناه حاطط ايده على ودنه وبيراجع الفار في اللعبه دي، والفار قال له كمل ما حصلش حاجه وما طردش اللاعب. اكيد بدون شك كان يستحق الطرد، والطرد ده كان حصل في اول 10 دقائق اكيد كان المباراه السيناريو بتاعها اختلف. القرار الخطأ الثاني التحكيم من وجهة نظري هدف المباراة. هدف المباراة الوحيد كان لمسة يد واضحة جدا على محسن ياجور. ليه؟ لأن الكورة لما خبطت فيه مع علي جبر الكورة جت في دراع، نزلت على دراع محسن ياجور، وبالتالي قانون اللعبة واضح جدا بعد تعديله هو إن وانس إن الكورة جت في المساحة من عند الكتف هنا لغاية اليد خلاص دي لمسة يد. لو جات لك ان هو من فوق اوكي، لو حتى كان في جون للريال مدريد كان عليه جدل كتير السنة اللي فاتت في الدوري الاسباني، بس الفار اكد ان طالما الكورة جات في الكتف من الحتة دي مفيش مشكلة، انما جات من اول هنا لغاية هنا دي لمسة يد. طب الكورة جات فين عند محسن ياجور؟ جات هنا هو جات في كوعه، فالكورة كانت طبعا لازم الفار كان يلغي الهدف، لكن ده ما حصلش والهدف اتحسب ومباراة كملت. ده في الجزء التحكيمي اللي بدون ادنى شك نادي بيراميدز اتظلم فيه مليون في المية. حادثتين كورتين كان اكيد ممكن يأثروا على سيناريو المباراة، وطبعا هدف كان ممكن ما يتحسبش والنتيجة تفضل 0-0 ويبقى الفريق برضو بيلعب ما بيلعبش تحت ضغط. طيب ده في الجزء التحكيم. فنيا انا فوجئت تماما باللي عمله تشاتشرت امبارح لما لعب بطريقة اقرب الى 4-3-2-1 وتخلى عن جون انتوي كمهاجم صريح ولعب بداله الطريقة بتاعته اللي بيعملها قدام نادي الزمالك وقدام الاهلي، يحب يقفل وسط الملعب، ولعب بإيريك تراوري هو المهاجم الصريح. الطريقة دي بتفقده، مش بتفقده بس المهاجم الصريح، لا بتفقدك المهاجم الصريح، بتفقدك كمان عبدالله السعيد. طبعا شفنا عبدالله السعيد امبارح يعني في وجهة نظري ما فيش اي تأثير خالص في المباراة، ودي اهم مباراة في الموسم لبيراميدز. انت بتتكلم اصعب مباراه بيراميدز كانت امبارح في الكونفدراليه. الكونفدراليه من ساعه من بيراميدز لعب فيها من البدايه ما كانش فيها مباراه صعبه، او ربما كانت مواجهه قدام الفريق الجزائري في دور ال 16، لكن بعد كده المباريات كلها كانت تقريبا سهله جدا حتى وصولا لحوريا كوناكري في السيمي فاينل. انما امبارح يعني تشاتشيت عمل حاجات غريبه ووظف اللعيبه توظيف غريب، وحتى شفنا الاخبار طلعت بعد المباراه كان فيه خناقه ما بين عبد الله السعيد وتشاتشيت قبل المباراة، لما عبد الله السعيد رفض ان هو قال له ما تغيرش طريقة اللعب مش وقته، خلينا نلعب باسلوبنا العادي اللي احنا متعودين عليه ما تغيرش دلوقتي، والراجل رفض يعني ظن منه انه عايز يمسك وسط الملعب لما يحط ثلاث لعيبة في الوسط. ده طبعا اكيد ما شفناهوش مباراة. الاستحواذ كان مع بيراميدز ولكن استحواذ كان سلبي. ليه؟ لان كل الفرص الخطيرة كانت لنهضة البركان. نهضة البركان امبارح بخلاف طبعا الهدف اللي احرزوه ضيعوا كم هائل من الفرص في الدقائق الاخيرة من الشوط الاول والدقائق الافتتاحية للشوط الثاني، وفي كم هجمة بعد الدقيقة 75. يعني كل الهجمات الخطرة كانت في اتجاه مرمى المهدي سليمان. ده بسبب ايه؟ بسبب مدير فني. مدير فني هو
اللي ضيع اللقب امبارح بالطريقه اللي لعب بيها اللي ما تناسبش المباراه، خصوصا ان نهضه بركان كان نازل خايف في البدايه، كان نازلين خايفين جدا جدا من نادي بيراميدز. نادي بيراميدز واخد صيت كبير في افريقيا ولم لعيبه كتيره من لعيبه الدوري الممتاز، لعيبه دوليه، ما ينفعش نتعامل مع ربما يكون نادي بيراميدز كاسم نادي جديد، لكن ما ينفعش نتعامل مع نادي بيراميدز والقوام اللي فيه كانهم لعيبه حديثه العهد بافريقيا. لا طبعا ده كلام مش منطقي وكلام مش صحيح، ما ينفعش نقوله. نادي بيراميدز اتبنى من حيث انتهى الاخرون، انت جبت كم هائم اللعيبه، يكفي انت معاك بلاي ميكر الاساسي منتخب مصر في اخر 3 سنين، ومعاك المدافع برضو الاساسي منتخب مصر في اخر 3 سنين علي جبر، معاك كم هائل من اللعيبه القويه جدا جدا من الدوري، وصارف يعني هنتكلم على مصاريف نادي بيراميدز السنه دي والسنه اللي فاتت حتى ربما يتخطوا المليار جنيه في كم الهائل من اللعيبه اللي هو اشتراهم. فبالتالي ما ينفعش نتعامل مع نادي بيراميدز ان هو نادي حديث العهد بالبطولات الافريقيه، او نقول ان النهارده دي المشاركه الاولى للبيراميدز، لا طبعا ده كلام مش منطقي خالص. ببساطه زي ما جوارديولا بيعمل مع السيتي، ما حدش بيجي يقول اصل والله السيتي لسه اول مره يلعب في دوري الابطال فعادي جدا النتائج السلبيه انه يخسر من موناكو، كان اعتقد كان اول موسم لجوارديولا مع السيتي، لا طبعا هزيمه كارثيه. ليه؟ لان انت جايب كم هائل من اللاعبين والفريق مش قليل. الحاجة التانية ان انت كمان لما بتيجي تبدأ مشروع، المشروع ده بيبقى له اهداف، فما ينفعش تيجي تقول ان مشروع نادي بيراميدز لما اصرف فيه 2 مليار جنيه ان انا اجي اخسر ماتش بالسيناريو اللي احنا شفناه ده، او اخسر بطولة بالسيناريو ده، او ان انا حتى النهاردة اقعد 90 دقيقة ما اعملش ولا هجمة. طبعا لا خلاف في ظلم تحكيمي حصل، طبعا لا خلاف، ولكن 90 دقيقة نادي بيراميدز ملوش غير فرصة واحدة كانت من ضربة ثابتة في الشوط الثاني من عبد الله السعيد، عمل الكروس ومحمد فاروق كمل اللعبة، دي الفرصة الوحيدة دي بيراميدز على المرمى. لا، يبقى هنا في مشكلة فنية عند الفريق، واعتقد الإدارة كان لازم تاخد قرار إقالة تشاتشيتش من التدريب الفريق، انه فعلا ما قدمش شيء خالص للفرقة، وما قدرش ان هو حتى يوصل بيهم للمستوى. احنا كنا منتظرين ان بيراميدز مفروض في الموسم الثاني له في الكرة المصرية يبقى أداؤه حتى أحسن من الموسم الأول، ولكن حصل تغييرات طبعا في الإدارة، وحصل تغييرات في اللعيبة وفي الأجهزة الفنية. فوجهة نظر يعني نادي بيراميدز كان بحجم الكم الفلوس، وده أكيد هنتكلم عليه في التوبيك التاني معانا النهاردة، واللي عايزكم بقى تشاركوني فيه يعني النهاردة نخليها يعني تبادل آراء ما بيني وما بينكم. رأيك، احنا النهاردة بنعمل كشف حساب لنادي بيراميدز آخر الموسم، طبعا خلاص نادي بيراميدز خلاص طلع تاني الكونفدرالية، طلع من كاس مصر من دور الثمانية على يد نادي طلع الجيش، وقاب قوسين او ادنى من احتلال المركز الثالث، لان اعتقد بعد حوالي بنتكلم 3 ساعات، حط ساعة ونص ووقت بدل ضايع ساعتين يبقى 5 ساعات، بعد 5 ساعات نادي الزمالك هيحسم المركز الثاني في الدوري لما يفوز على نادي الاسماعيلي، وهي طبعا النتيجه الاقرب للحدوث، لان الاسماعيلي هيلعب المباراه وهو منقوص من لعيبه كتيره جدا 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 من قائمته بسبب الاجهاد وسبب الراحه، فاكيد الفوز هيبقى مضمون قوي لنادي الزمالك، والفوز ده هيضمن بيه المركز الثاني، وبالتالي نادي بيراميدز ضمن المركز الثاني. يبقى كده انت طلعت ثالث دوري وخرجت من الكاس من دور الثمانيه قدام طلاع الجيش، وفنشت وصيف الكونفدراليه، تمام كده؟ اوكي طيب، مقابل ده دفعنا كام؟ دفعنا ما يزيد عن مليار جنيه، دفعنا ما يزيد عن مليار جنيه. السؤال، في وجهة نظرك ده نجاح ام فشل؟ كل واحد يقول وجهة نظره، هاخد في الاول كومنتات واخد ارائكم، وبعد كده ابدأ اقول انا وجهة نظري. انا عارف الناس طبعا في اللايف بتحب الاخبار الصفقات، فرجاء بس معلش النهارده خلونا، انا عارف ناس كده تتسال على بلايلي، ان احنا في يلا كوره انفرادنا بالخبر بتاع فتح مفاوضات تاني ما بين الاهلي وبين بلايلي، وباكد لكم ايوه عشان بس انهي الحته دي، ايوه النادي الاهلي فتح مفاوضات مجددا مع البلايلي، يوسف بلايلي طبعا لاعب الجزائري الكبير، تحسبا لان هو حصل عنده بعض الامور ولم ينتقل للدوري الفرنسي زي ما كان مخطط له، ودلوقتي هو بيفاضل ما بين عرض النادي الاهلي وعرض في قطر، وباكد لكم
ان يوسف الدليلي خفض من الراتب السنوي بتاعه. يعني هو كان طالب رقم ما، الرقم ده خلينا نقول مثلا، بقول مثلا 20 قرش مثلا، وكان واقف عليه. دلوقتي يوسف الدليلي نزل العائد المادي اللي هو منتظره الراتب السنوي بتاعه ل 15 قرش، بقول مثلا، ما بقولش ارقام، بقول مثلا. فهو ده المساحه اللي خلت المفاوضات ترجع تاني، بس يوسف الدليلي عنده عرض تاني من نادي قطري، فبيفاضل ما بين الحاجتين. ده طبعا رد انا اهو على ابرز سؤال، انا عارف ان احنا الوحيدين اللي انفرضنا بالخبر ده، وربما يكون طبعا طلع نفي من اداره النادي الاهلي او من امير توفيق مسؤول التعاقدات في النادي الاهلي. طبعا هو له كامل الحريه في نفي او تاكيد اي خبر طبقا لسياسه النادي الاهلي في اسلوب التعاقدات بتاعهم، ده اكيد طبعا هم حرين، ولكن انا بقول لكم ان الخبر بتاعنا اكيد 100%. فخلونا برضو نرجع ليه اللي احنا بنتكلم عليه، وشاركوني بارائكم تاني. هعيد السؤال تاني اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. نادي بيراميدز بنعمل له كشف حساب في نهايه الموسم، الفريق او النادي صرف اكتر من مليار جنيه، وفي الموسم الثاني على التوالي حقق 3 حاجات، يعني خلاص بيفنش تقريبا ثالث الدوري او حتى ايفن ماشي وصيف الدوري، بس دي هي بلاها تمام ودي ليها تمام. وصيف الدوري هيلعب في دوري الابطال، والثالث هيلعب في الكونفدراليه. فنش وصيف كونفدراليه وخرج من كاس مصر من دور الثمانيه على يد طلائع الجيش. انت شايف وجهه نظرك لما نحط كفه الفلوس وكم المبالغ اللي اتدفعت عشان نحقق النتيجه دي، نجاح ام فشل؟ وايه يعني ايه الحجه بتاعتك في رايك؟ محمود عبد الحق بيقول لي نجاح نسبي 55% مثلا. برضو محمد بيقول لي لو كان على الفوز كان بيراميدز، لو كان في عداله تحكيميه كان بيراميدز كسب البطوله. عمر باسط بيقول لي فشل طبعا، مليار جنيه من غير حتى ما تلعب دوري ابطال ده رقم كبير. حميد بيقول لي بليلي العرب هينتقل لقطر، ومحمد احمد بيقول لي انت محترم يا كريم والناس اللي عندها معلومه كهربائيه محترمه، شكرا جزيلا لذوقك. صامويل مراد بيقول لي حتى لو اخفق فين العائد المادي؟ مجد الرياض بيقول لي فلوسهم حرام اكيد. طبعا دي وجهه نظرك يعني دجليه شويه، فيها شويه دجل، انت تعرف ان فلوسهم حرام او حلال. مروان عادل بيقول لي بيراميدز ده مش نادي جاي، ده مش نادي، ده جاي عشان يقهر الاهلي، لكن الاهلي اكبر منه من اي حد. محمود الدباوي بيقول لي فشل طبعا. محمد حمدي بيقول لي فشل ذريع جدا. صامويل مراد بيقول لي كلمني عن طريقه لعب موسيماني. طب معلش يعني معلش يا صامويل ناجلها عشان النهارده التوبيك بتاعنا على بيراميدز. احنا معظم لايفاتنا تبقى على الاهلي والزمالك، ففرصه يبقى في نادي بخلاف الاهلي والزمالك نتكلم عليه، ان بيراميدز هو اللي واخد يعني الايه الاضواء في ال 24 ساعة الأخيرة طبعا بعد مباراة نهائي الكونفدرالية. عبد الرحمن مجدي بيقول فشل السنين ومحدش يزعل لما نقول هو بيراميدز حط نفسه في حتة تجذب اللعيبة المرتزقة، بس مش اللعيبة اللي عندها طموح في بطولات. أحمد عبد الحميد بيقول لي فشل. محمد مصطفى بيقول لي فشل. حافظ رزق بيقول لي أكيد فشل ذريع. أحمد مبروك بيقول لي فشل. يعني معظم الناس طبعا بتقول ان هو فشل. محمود انا قلت كومنتك اللي هو بيقول لي نجاح نسبي. يعني معظم الناس متفقه ان هو رضا كامل بيقول لي لا ده بيراميدز نادي الفشله. احمد البنا بيقول لي صفر كبير، فاشلين، موظفين برواتب عاليه بلا فايده، مليارات في الارض. حسام انور بيقول شايف ان لو صالح جمعه لعب ماتش صراع الجيش وعمل اداء حلو ممكن يلعب نهائي افريقيا. طبعا دي حاجه تانية خالص. طيب خلينا لكم وجهه نظري في موضوع كشف حساب نادي بيراميدز. نادي بيراميدز الاداره الجديده اختارت ان هي تبدا تجيب ابرز لعيبه الدوري، وكان ابرز صفقه بنتكلم عليها في الصيف الماضي هو انتقال اسلام عيسى. اسلام عيسى انتقل لبيراميدز بحوالي ما يقرب من 40 مليون جنيه بخلاف الراتب السنوي بتاعه هو شخصيا. طيب منذ قليل اسلام عيسى قاب قوسين او ادنى من الانتقال على سبيل الاعاره لنادي سيراميكا كليوباترا الصاعد حديثا للدوري الممتاز لمده موسم واحد.
طبعا اكيد فنيا الخطوه دي بتيجي ليه؟ عشان اتاحت المساحه والفرصه لرمضان صبحي اللي اتم انتقاله للفريق مقابل صفقه. لو جمعنا الفلوس اللي خدها هاترسفيلد والفلوس اللي خدها رمضان صبحي في الخمس سنين اللي مضاهم، بنتكلم على صفقه تخطت ال 300 مليون جنيه اللي هي الصفقه السنه، يعني المفروض الفلوس دي هنحطها في كشف حساب الموسم الجاي طبعا. طيب في وجهه نظري الشخصيه، ما تيجي تحط بادجت لتيم بيلعب في الدوري المصري ومؤهل اقصى اماله انه يلعب في دوري ابطال افريقيا، وطبعا معاه كاس مصر، والبادجت ده يتخطى مليار جنيه، انا هنا لازم اسال سؤال واحد: النادي ده جماهيري ولا مش جماهيري؟ دي اول، ده اول سؤال انا لازم اساله. النادي اللي انا بحط فيه كم البادجت ده نادي جماهيري ولا مش جماهيري؟ ليه بسال السؤال ده واجابته هتفيدنا في ايه؟ هتفيدنا في حاجه مهمه جدا. لو انت نادي جماهيري ده معناه ان انت عندك امكانيه كتيره او كبيره ان انت تطلع برودكتس تحط فيها براند النادي ده. لما يكون عندك كم برودكتس كتيره تحط فيها براند النادي ده، تقدر ان انت تحقق مكاسب بخلاف حتى الكوره. بمعنى ادي مثال بسيط: ريال مدريد لما بيروح يشتري كريستيانو رونالدو من يونايتد، ما بيعتمدش بس ان انا جايب رونالدو فنيا بس، لا لا طبعا، في جزء تسويقي. بمعنى بنسمع طبعا الاخبار دي كتير قوي، اول ما كريستيانو رونالدو راح ريال مدريد، نادي ريال مدريد قدر ان هو يبيع 2 مليون تيشرت مثلا. نيمار اول ما راح باريس سان جيرمان، باريس سان جيرمان قدر ان هو يبيع مليون تيشرت، وهكذا. وبرده الامر يسري على الانديه الكبيره في اوروبا كلها، وبالتالي الجزء ده ما بقاش جزء له علاقه بالكوره، مش علاقه بالفنيات. الراجل لسه هو ولا نزل تمرينه ولا جاب اهداف ولا عمل اسيستات ولا عمل اي شيء، لكن الراجل ده بس اول ما دخل علالي من موضوع بيع القمصان بتاعه الفريق عفوا. وطبعا بخلاف التيشيرت انت عندك مجات، عندك ستيكرز، عندك حاجات كتيره جدا بتستغل فيها اسم اللاعب اللي انت جبته، وبتبدا تزود من المداخيل بتاعتك في الناحيه التسويقيه دي. فالصفقه مش بس واقفه على الكوره. السؤال هنا: هل الامر ده يسير على بيراميدز؟ يعني هل النهارده رمضان صبحي او عبد الله السعيد لما راحوا بيراميدز، نادي بيراميدز قدر يستغلهم في الحته دي ويبيع منتجات على اسمهم؟ الاجابه لا، وبالتالي الناتج من الحته دي صفر، صفر فعليا. مفيش حد هيروح يسال على التيشيرت عبد الله السعيد بتاع بيراميدز، ده ما حصلش. محدش هيروح يسال على التيشيرت رمضان صبحي بتاع بيراميدز، محدش هيروح يسال على التيشيرت بتاع دونجا بتاع بيراميدز. ليه؟ نادي بيراميدز نادي مش جماهيري، ما عندوش جماهير، وبالتالي محدش هيقدر ان هو يديك اي فلوس عشان يشتري منتجاتك، ده مش موجود. طيب الحاجه الثانيه، عقد الرعايه بتاع النادي. نادي بيراميدز اكيد طبعا عنده رعاه، وطبعا ادارته الخليجيه تقدر تجيب له رعاه كويسين، لكن الرعاه دول هيجوا باتفاق. مش هتقدر ان انت تيجي تقول ايه: انا النهارده في سنه 2015 عقد الرعايه بتاعي كان 10 مليون جنيه مثلا، في سنه 2018 العشرة دول هيبقوا 50. نوي انك تقدر تعمل ده. ليه؟ لان البراند بتاعك ما بيعلاش، هو واقف مكانه، ما عندناش جمهور يقيمه او ما فيش اقبال عليه، مش زي الاهلي والزمالك. الاهلي والزمالك لو نفتكر عقود الرعايه بتاعتهم في بدايه الالفينيات كانت ارقام معينه، النهارده بتتكلم في ارقام تفوق ال 100 مليون جنيه. وحتى النهارده النادي الاهلي ميزانيته كنادي كامل وصلت لمليار جنيه، ميزانيه النادي اللي هو اوريدي ميزانيه بتاعت النادي الاهلي كلها دي. نادي بيراميدز اشترى بيها لعيبه بس، اشترى بيها لعيبه بس، مش ميزانيه بقى كل حاجه. وان طبعا النادي الاهلي عنده نادي اجتماعي وعنده العاب اخرى كتيره جدا، فالموضوع واسع. وبالتالي انا لما اجي اشوف بقى اجاوب على السؤال اللي انا حطيته في الاول: لما انت تدفع مليار جنيه عشان تكسب ايه؟ السؤال هنا بقى: ايه اقصى شيء انا هفوز بيه؟ تعالوا نحسب كده مع بعض. هكسب الدوري المصري واشارك في الدوري ابطال افريقيا واكسبه، واشارك كمان في كاس مصر واكسبه، انا طبعا بقول لكم يعني اقصى حاجه ممكن نعملها، وبعد ما اكسب الدوري هلعب في السوبر المصري، ولما اكسب افريقيا هلعب في السوبر الافريقي، فكده انا هحقق خمس بطولات. طيب انا همشي معاكم كمان بعد الخمس بطولات دي، لما هكسب دوري ابطال افريقيا هتاهل للمشاركه في كاس العالم للانديه وهشارك فيها وهكسبها.
يلا كمان هلاعب الريال ولا بايرن وبيراميدز هيكسب كمان تمام كده. طيب هبقى انا كسبت كل البطولات دي. تعالوا مع بعض نحسب المداخيل اللي هتخش من الفوز بالبطولات دي كلها. دوري ابطال افريقيا هيدخل لك من 15 ل 20 مليون جنيه. الدوري المصري هيدخل لك خلينا نقول 5 مليون جنيه. كاس مصر خلينا نقول هيدخل لك 5 مليون جنيه زيهم. يلا هنساوي الدوري بالكاس. ادي كده 10 وادي 20 ادي كده 30 مليون جنيه دخل. طيب وهتكسب كاس سوبر الافريقي هيدخل لك اعتقد كده حوالي مثلا 10 مليون جنيه. يلا كده كام كده؟ كده احنا بنتكلم في حوالي 40 مليون جنيه او 50 مليون جنيه. وهتكسب كاس العالم للانديه اللي هيدخل لك 50 مليون جنيه زيهم. يبقى كده كام؟ 100 مليون جنيه لو انت كسبت الست بطولات. 100 مليون جنيه اضربهم في 2 من عندي. لو قلنا ان احنا كده هنعمل يعني تخفيضات وهنعمل كده برومو لطيف وهنضرب كمان الرقم ده في 2 يبقى 100 مليون جنيه هنضربهم في 2 هيبقوا 200 مليون جنيه مداخيل هتخش لك من البطولات اللي انت هتشارك فيها. وحط كمان عليهم لو اصلا مستحيل هيحصل حط عليهم كمان 200 مليون جنيه بس تلفزي هتاخدهم انت عشان الناس كلها هتبدا تسيب الاهلي والزمالك وتتفرجوا على بيراميدز مثلا بقول مثلا يعني. يبقى دي كده معانا كام؟ معانا 400 مليون جنيه. تخيلوا يا جماعه بعد اللي انا حكيته ده كله والحدوته والفيلم اللي انا عملته ده انا ما وصلتش حتى لنص مليار جنيه. انا ما وصلتش لنص مليار جنيه. نص اللي اتدفع في كم الصفقات اللي الفريق جابه. وخلي بالكم طبعا لما هنكشف هنعمل كشف حساب للموسم الجاي رمضان صبحي لوحده هيبقى بتمام معين. فهنا انا عايز اقول ان نجاح اي فريق او اي نادي بيقاس بحاجتين. بيقاس بان انا عندي مشروع عايز منه من المشروع ده ايه. المشروع ده انا عايز منه ايه. ايه اللي هكسبه منه. ايه الحاجة اللي انا النهاردة هقدر اقول انا والله النهاردة حطيت 10 جنيه العشر جنيه دي استثمرت فيها. خسرت في الموسم الاول لكن الموسم التاني هتجيب لي كذا. لا ده انت لو فضلت تكسب الست بطولات اللي انا بتكلم عليهم دول لمدة 5 سنين متتالية يعني سنتين ورا بعض عمرك ما تحقق او تجيب الفلوس اللي انت دفعتها. وبالتالي انا بشوف نادي بيراميدز كان يقدر يعمل النتيجه اللي هو وصل لها دي بفلوس اقل. وهدي مثلا بسيط. نادي المقاولين العرب مع الكابتن عماد النحاس خلاص تاكد مشاركته في الكونفدراليه السنه الجايه تمام كده اللي هي نفس البطوله اللي كان بيلعب فيها نادي بيراميدز السنه دي. السؤال هنا نادي المقاولين العرب ميزانيته في اللعيبه والجهاز الفني بقياده الكابتن عماد النحاس صرفوا كام عشان يحتلوا مركز متقدم في الدوري يخليهم يشتركوا في الكونفدراليه السنه الجايه؟ اكيد ما دفعوش حتى 50 مليون جنيه. لم يحدث. وبالتالي الفريق هيوصل انه يشارك في نفس البطوله اللي نادي بيراميدز شارك فيها وفنش فيها وصيف. طيب الحاجه الثانيه النادي المقاولين باسلوب لعبه وبطريقته يقدر يوصل لادوار متقدمه ولو طعم الفريق بكام بلاعب او اتنين كويسين السنه الجايه ربما يقدر يكمل لغايه دور المجموعات في الكونفدراليه ويوصل كمان لما هو ابعد من ده. فهو ده اللي انا عايز اقيس عليه. مش فكره بس ان انا اقول ان انا في اول مشاركه ليا حققت وصيف ده ممكن كان يبقى حاجه ايجابيه جدا 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 من وجهه نظري لو انا بتكلم على فريق زي المقاولين العرب لو بتكلم على فريق زي انبي بتكلم فريق زي سموحه مهندس فرج عامر عامل فرقه لسموحه ممتازه جدا السنه والسنه الجايه اهو جاب اطهر الطاهر الباك اليمين بتاع الهلال السوداني وهيبدا يدي الفريق شكل مختلف. نادي الاتحاد السكندري جاب حسام حسن وجاب ابراهيم وجاب حسام عاشور وبيحاول بقى يطعم الفريق عشان ياخد الفريق من اللي هو انا احتلت مثلا السنه دي المركز الخامس او السادس انا عايز السنه الجايه اخد من المركز الرابع للثالث. ده تطور طبيعي. نادي بيراميدز يقول لك لا انا من دي 1 عايز اخد الدوري. تمن ده كام؟ تمن ده 2 مليار جنيه ادفعهم. ده في وجهه نظري مش استثمار. ما اقدرش اقول ده استثمار. لا ما ينفعش. دي النهارده لازم انا لما اجي اقول استثمار لازم احط مبلغ والمبلغ يبقى فيه له عائد لازم اكسب منه. وبالتالي نادي بيراميدز في المشاركه الاولى له في الكونفدراليه خد وصيف ولكن انا في وجهه نظري ده مش نجاح ليه لان كم اللاعبين الموجودين مع الفريق عندهم خبرات افريقيه كبيره جدا. ده انت يا راجل وسط الملعب نفسه وسط الملعب وسط ملعب منتخب مصر وسط ملعب منتخب مصر عمر جابر ودونجا. فانا ما اشوفش يعني نادي بيراميدز
نجح في الموسم بتاعه لازم يعاد تخطيط. طيب ايه النصيحه السنه الجايه؟ وطبعا بس طبعا السنه الجايه انت جبت رمضان صبحي بمبلغ كبير جدا، مهما عمل رمضان كفلوس مش هيقدر ان هو يغطي التمن بتاعه، ولا قدر الله اذا الخسائر استمرت يبقى انت هنا بتخسر اكتر واكتر. فهنا لازم النادي يفهم الفكره مش مساله فلوس، لا المساله مساله توليفه، توليف الفريق، فريق الكوره. على النهارده زي احنا بنلعب بلاي ستيشن، احنا مش بنروح نشتري في الليج اللي في الفيفا او في البرو ايفولوشن ان انا اشتري كل اللعيبه الكويسين وخلاص، لا ده ما ينفعش، لا لازم اعمل توليفه كويسه تخليني قادر ان انا احقق بطولات وان انا احقق نتائج كويسه. دي كانت وجهه نظري في كشف حساب نادي بيراميدز السنه دي. وخلوني برضو قبل ما نفنش اللايف اخد كام كومنت وبعديها نفنش حلقتنا او يعني اجتماعنا مع بعض النهارده. شكرا جزيلا طبعا على الكومنتات الكتيره جدا دي، بس انا هحاول طبعا اخد من الاحدث عشان الناس ما تبقاش اتظلمت. محمد شعلام بيقول لي الحسبه دي غلط طبعا، طب يا ريت تقول لي ايه الحسبه الصح. ياسر خالد بيقول ينقصهم الروح والعزيمه والاصرار مثل الاهلي. اشوف تاني ناس قلبوا الموضوع اهلي وزمالك. محمد رزق بيقول لي ولا هينجح، لا لازم تدي ناس فرصتها ان هم يشتغلوا، هم اكيد طبعا هيتعلموا، لان امبارح دي كانت يعني قرصه ودن قويه جدا جدا جدا، انك بعد ما مشيت المشوار ده كله جيت في اللحظه الاخيره وفشلت. فطبعا اول حاجه لازم تعملها انك تغير الجهاز الفني، والحاجه الثانيه ان قائمه اللاعبين بتاعتك لازم بيتم اختيارها بشكل فيه انسجام، فيه توليفه كويسه، ما تختارش اللعيبه انا بجيب احسن لاعب في كل مركز وخلاص، لا ده مش شرط كافي عشان تكسب او تحقق بيه البطولات. وياما شفنا على فكره انديه كتيره كانت بتعمل كده ومحصلتش على حاجه، لا لازم يا جماعه التوليفه بتاعت اللعيبه تبقى بناء على استراتيجي واضحه للمدير الفني. مدير فني كويس يجي من بدايه الموسم يختار اللعيبه ويبدا يشتغل، انما النهارده اجمع كل اللعيبه الافضل في كل مركز مع كامل احترامي ده موصلش حاجه. وسيبكم حتى من وجهه نظري، في الاخر في الواقع نادي بيراميدز صرف اكتر من 1 مليار جنيه والعائد له لا يتجاوز ال 50 مليون جنيه، لان وصيف الكونفدراليه بياخد 10 مليون جنيه، ثالث الدوري مش هياخد حاجه، يعني مبالغ زهيده جدا. حتى البث التلفزيوني بتاع نادي بيراميدز مش هيجيب فلوس غير بس في 4 ماتشات، الماتشين بتوع الاهلي والماتشين بتوع الزمالك بس، هم دول اللي فيهم عائد شويه. الكاس حدث ولا حرج، هذا الفريق المليء بالنجوم خرج على يد طلائع الجيش اللي كان في اوقات من الموسم كان بينافس او قريب من المنافسه على الهبوط. فتاني النجاح بالشكل اللي ماشي عليه بيراميدز ده او السياسه اللي ماشي عليها بيراميدز سياسه فاشله تماما مش هتؤدي الى شيء، واذا اتكررت السنه الجايه هتوصل لنفس النتيجه برضو. عامه شكرا جزيلا لكل الاصدقاء اللي كانوا معنا النهارده واللي وصلوا لي 3000 واحد على اللايف، بشكركم جزيلا جدا على كومنتاتكم، وكل الاحترام لكل الكومنتات اللي انتقدتني او اللي اتفقت مع وجهه نظري. ده طبيعه اللايف، واللي بيحب يتناقش معايا عارفني انا ما بزعلش خالص من الانتقادات السلبيه، انا يعني في الحاجات دي ما عنديش ادنى مشكله فيها. وان شاء الله نتقابل يوم الخميس الجاي في لايف جديد الساعه 5. شكرا جزيلا ليكم، كنت معاكم كريم سعيد.